مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وخلاص الاستعدادات على اهبها طبعا بالنسبه للنادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه جدا 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 امام فريق النجم الساحلي في اياب دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا، وقبل بالتحديد اقل من 3 ساعات على انطلاق هذه المباراه. خلاص كل لاعبي النادي الاهلي جاهزين بنسبه 100%، ان شاء الله ان هم يقدموا مباراه قوية إن شاء الله من خلالها يقدروا يفوزوا، من خلالها يقدروا يتأهلوا للدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا، ومن ثم تحقيق هذه البطولة الهامة جدا جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. لكن خلينا بالتحديد نتكلم عن الفريق، برنامج الفريق النهاردة، الأمور كانت ماشية إزاي بالنسبة لفريق النادي الأهلي. النهاردة طبعا كان في ميعاد الفطار، ميعاد الغداء طبعا بالتحديد كان تمام في تمام الساعة الثانية ظهرا، بعدها طبعا كل لاعبي النادي الأهلي توجهوا للغرف الخاصة بيهم. هيكون في بالظبط بالتحديد بعد نصف ساعة من الآن المحاضرة الأخيرة من كابتن حسام البدري للاعبين، واللي هيتكلم فيها عن التشكيل اللي هيبتدي بيه هذه المباراة، الشكل التكتيكي، السيناريو اللي هيحدده إن شاء الله من خلاله النادي الأهلي يقدر يتأهل للدور النهائي. محاضرة يمكن هتستغرق حوالي نص ساعة. بعد المحاضرة مباشرة هيتم التوجه لاستاد الجيش ببرج العرب، واللي هتقام عليه هذه المباراة الهامة. طبعا لاعبي النادي الأهلي هيوصلوا إن شاء الله للاستاد قبل ساعة ونصف بالتحديد من انطلاق هذه المباراة، واللي أكيد نتمنى فيها كل التوفيق بالنسبة للنادي الأهلي. التشكيل مش باين خالص، ما فيش أي ملامح واضحة بالنسبة لتشكيل النادي الأهلي، خصوصا في آخر التدريبات وبالتحديد التدريب الأخير بالأمس اللي كان على الملعب الرئيسي باستاد الجيش برج العرب. كابتن حسام البدري يمكن ما كانش أو ما حددش الشكل اللي هيلعب بيه أو التشكيل اللي هيبتدي بيه هذه المباراة، خصوصا في ظل تواجد بعض الصحفيين التونسيين واللي بيأزروا او اللي كانوا مرافقين للبعثة الخاصة بفريق النجم الساحلي. فطبعا كابتن حسام البدري يمكن ما محبش ان هو يوري الجميع شكل التشكيل اللي ممكن يبتدي بيه هذه المباراة، لكن الاقرب لتعويض غياب حسام عاشور هيكون هو رامي ربيعه لاعب النادي الاهلي مدافع النادي الاهلي، خصوصا ان هو ادى في هذا المركز في اكثر من شكل اكثر من رائع. فبالتالي رامي ربيعه هو الاقرب لتعويض غياب حسام عاشور اللي هيعوض غياب احمد فتحي. خلاص هو محمد هاني لاعب النادي الاهلي الواعد، واللي هو اكيد لاعب مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي ولاعب جيد جدا، لكن ان شاء الله اي تشكيل هيختاره كابتن حسام البدري لاداء هذه المباراه هيبقى تشكيل جيد ومهم جدا بالنسبه للفريق من خلاله ان شاء الله يقدروا ان هم يتاهلوا للدور النهائي. طبعا تواجد الجمهور النهارده حوالي 50,000 متفرج هيكون شيء جيد وايجابي جدا بالنسبه للاعبين، ان شاء الله يكون حافز قوي بالنسبه للاعبين ان هم يادوا مباراه قويه جدا امام فريق النجم الساحلي، واكيد نتمنى كل التوفيق.